حصرك هذا يعني. الشيء مانو مزبوط، ما وصلني ولا شيء منهم. اللي انت منين جبتوا هذا الفيديو؟ للأسف ما فيني اكشف لك عن مصادر. كيف تتجرأ تنشر شيء من دون ما تتأكد منه حضرتك؟ وكيف انت عامل حالك صحفي ناجح وشريف كمان؟ يعني كل الأخبار اللي بتوصلك بتنشرها من دون ما تتأكد من المعلومات صح ولا لا؟ هاد انت يا هيريرا. لك واضح انه خدعة، وانا متفاجئ كيف ما قدرت تشوف التعديل الموجود. بعتذر، عم تاخد مصاري، وين الخدعة؟ صوروني باليوم يلي أخدت فيه مصاري الفدية مشان انقذها لبنتي، لأنه كانت مخطوفة. بصراحة هن خدعوني، وبعرف مين دبر كل هالخدعة.